قصص نجاح من أصعب بداية لأنجح نهاية. جامعة كفر الشيخ جامعة وليدة أنشئت عام 2006 وكان فيها 8 كليات، وتوليت المسؤولية في نوفمبر 2011 وبدأنا في إعادة هيكلة الجامعة إنشائيا وأكاديميا باستكمال منشآت الجامعة والمرافق التعليمية والبحثية وإنشاء عديد من الكليات اللي هي كانت نابعة من احتياجات المجتمع زي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية العلاج الطبيعي وكلية التمريض، بالإضافة إلى معهد اكتشاف وتطوير الدواء ومعهد الفني للتمريض، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي وأيضا مستشفى الطلبة والعيادات الخارجية للعلاج الطبيعي. التميز بالتعليم هو ضمان لمستقبل الأجيال القادمة، فأنشأنا معهد علوم وتكنولوجيا النانو، وكان الهدف من هذا المعهد هو إن الاهتمام بالتصنيع أو بمعنى تاني تحويل المعارف إلى منتجات. هي بصفة عامة تكنولوجيا النانو دي ببساطة تكنولوجيا دقيقة جدا وتستخدم في حل مشاكل عصرية كتيرة جدا. هنتكلم مثلا عن تكنولوجيا المية، ان احنا هنا بنقدر نصنع مواد في حجم النانو، الكمية بتاعتها صغيرة جدا، وبالتالي نقدر نستخدمها في معالجة المية، مياه المصانع، مياه الصرف الصناعي. بدأنا ننشئ الكليات اللي بيحتاجها المجتمع، وكان من ضمن هذه الكليات كلية علوم الثروة السمكية والمصاي. من الكليات الخدمية اللي أنشأها السيد الأستاذ الدكتور ماجد القمر رئيس الجامعة عشان تخدم المجتمع المحيط بالجامعة، لأن معروف أن مجتمع كفر الشيخ بينتج حوالي 40% من إنتاج السمك على مستوى جمهورية مصر العربية. الكلية تم إنشاءها على أحدث النظم بحيث أنها تكون مزودة بوحدات تعليمية للطلاب زي المصنع التعليمي للتصنيع علف الأسماك، المصنع للتعليم لتعليم وتغليف منتجات السمكية، وحدة بحوث للاستزراع السمكي، وده كله معمول عشان ربط الكلية بسوق العمل. بالنسبة لفوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية كان نتيجة للجهود المضنية لأبناء الجامعة في استكمال البنية التحتية من مرافق تعليمية ومرافق داعمة للعملية التعليمية، وأيضا بالنسبة للاستكمال مقومات البحث العلمي التطبيقي. كانت حاجة مشرفة أن احنا ناخد المركز الأول ضمن جامعات في مصر، ده طبعا بعد مجهود كبير عملوا الرؤساء رئيس الجامعه ماجد القمري، وفي طبعا مجهودات كبيره نفذوها، عملوا مباني وعملوا جابوا احدث الاجهزه هنا وطبقوا نظام جديد. انا يعني متوقعه ان انا اطلع من الكليه اكون كواليفايد، اكون مؤهله كويس ان انا اقدر اشتغل في الفيلد اللي انا بتمناه. كنت سعيد جدا لما سمعت ان جامعتي جامعه كفر الشيخ حصلت على المركز الاول، وكنت سعيد جدا ان انا شفت دكتور ماجد واقف شخصيا على المنصه مع رئيس الجمهوريه ووزير التعليم العالي، فكانت حاجه مشرفه جدا ليا وللجامعه. انا بقول ان مفيش مستحيل وكل شيء ممكن الوصول اليه لو في عزيمه وفي اراده، بشرط ان احنا نعزز المصلحه العامه على المصلحه الخاصه.